انا عايز بس انقلك نقله تانية. في دلوقتي في البرلمان تقريبا سمحوا لهم ان هم يطلعوا فسحه، وكل واحد يقول اللي هو عايزه في في الفسحه دي، يعني اللي عنده معاه سندوتش ياكله، واللي عنده كلمه ياكلها، والولاد يلعبوا مع بعض. البرلمان دلوقتي عامل حمله غير عاديه على وزير التموين علي مصلحي، ورغيف العيش ولا اسعار. جميل. وانتوا النهارده بعد سنه من الخراب جبتوا الاسعار ورغيف العيش، ثم يتباهى الأدرى الإعلامية قال لك انه جاب وزير التموين ومجلس النواب ادبه ورباه وواجهوه باخطائه. هو علي مصلحي هو المخطئ؟ انت هتشيل الشيله النهارده لمؤاخذه يعني لعلي مصلحي وزير التموين ولا مصطفى مدبولي؟ ها؟ قال دكتور مصطفى؟ دكتور مصطفى؟ مصطفى مدبولي ولا علي مصلحي مين ولا مين ده؟ لهم دور. معروف مين اللي في ايده كل القرارات والتوجيهات، ومين اللي بيقول ده يشيل وده نحط؟ مين اللي بيدي القرارات دي كلها؟ غريب. انا وزير عشان تكمل المسرحيه الساخره وتكمل المسخره، وزير التموين وقف قدام النواب وقام قايل جمله عظيمه لو انت سمعتها يعني بدون تكمله هتفرح، التكمله الثانيه لازم تزعل. يعني لما بيقولوا له النهارده الاسعار ورغيف العيش، قال لهم بصوا يا جماعه الاسعار ستنخفض خلال شهرين. الله اكبر، تصفيق حار. قال لهم اذا انخفض سعر الدولار. فكلهم عملوا كده. يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه انا مش فاهم ده؟ يعني ايه مش فاهم الاسعار هتنخفض خلال شهرين لو انخفض سعر الدولار، وانت النهارده بتزود الدولار وبتعلي قيمه الدولار وبتولع في الدولار؟ بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على مين؟ انا بقول لك عندنا حاله غريبه، البلد لم تصل الى هذه المرحله من المسخره فعلا، من السخريه زي ما احنا الان. لا انت عندك مسؤول في مناصب وزراء يعني تتباهى بهم وتفتخر بهم، لا ما عندكش. انا افهم ايه ان الاسعار ستنخفض خلال شهرين اذا انخفض سعر الدولار؟ اذا اداه شرط، اذا اداه شرط، اذا انخفض الدولار ستنخفض الاسعار، واحنا عارفين الدولار انتوا بتعلوه بتزودوه، اذا الاسعار سوف تزيد، ما فيش انخفاض. امر بسيط جدا، امر بسيط جدا جدا جدا. انما طالما تريقه بتريقه، شوفوا تريقه المصريين، وشوفوا الناس ازاي النهارده بتنقل الجنيه المصري، وشوفوا النهارده المصريين بخفه دمهم وهم بيودعوا الجنيه الى مثواه الاخير، ومواطن مصري جميل بينقي الجنيه وكلنا نؤمن وراءه، لان وراءه بيدي دعوات للمرحوم يعني بعد توديعه الى مثواه الاخير. ان لله وان اليه راجعون في الجنيه المصري في وفاته. اللهم ارزقه العافية من حيث لا يحتسب، اللهم كما أحسنت طباعته فأحسن قيمته، اللهم زد في سعره وجنبه الانهيار، اللهم احشره مع الدينار الكويتي والدولار، اللهم اسكنه فسيح البنوك، اللهم أمنه من فزع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يلا